سنان؟ الأخبار الحلوة بتوصل بسرعة، بس برأيي أنت خبرهم أحسن. شو اللي عم بيصير؟ بولينت، أنا حليت مشكلة المصاري، يعني جيداء هي اللي حلتها. رح نتعاون نحن الثلاثة ونخلي فيليا أفضل مطعم باسطنبول كلها. شكراً على كل شيء جيداء، عن جد شكراً. لا تشكرني، أنا عملت واجبي. هلأ روح على البيت وحاول إنه ترتاح، هذا المهم. إيه، أنا هيك ارتحت. تصبحي على خير. وأنت بخير. تصبحي على خير. سنان، ليش هيك عملت؟ كان لازم تسألني عن رأيي بالأول. طيب هات لشوف، قلي عندك حل تاني؟ ايه سنان، في. أنا وين رحت؟ يعني كان فيك تطلب مصاري مني أنا. يعني أنت هيك حطيتني تحت الأمر الواقع، ما بيصير هيك، أنت كان لازم تاخد رأيي بالأول. أنا عملت الشي الصح وساق فيني. أنت بتعرف إنه مو هذا الشي الصح يا سنان. شوف، لهلأ لسه فيني أعطيك مصاري. رح يصير اللي عملته. جيداء صارت شريكتنا هلأ. خلص انتهى النقاش والقصة خلصت. لا، القصة لسه ما خلصت. أنا ما رح استسلم أبدا. يعني أنت شو فيكي تعملي؟ عم بقلك خلص. رح تشوف إني بقدر أقنعه. رح تقنعيه؟ معناتها ما بتعرفي منيح. شوي. سنان، روحي على بيتك، ما بصير تترك ضيوفك هيك. سنان لو سمحت خليني أنا أعطيك المصاري، أنت مانك مضطر تتشارك مع جيداء. لو سمحتي خلص. طيب بشو بدي أحلف لك؟ بس بالأول لازم تسمعني شوي. قلي ليش ما بدك نحكي؟ لأنه يا بيلين القصة انتهت بالنسبة إلي. لا، القصة ما انتهت، أنت لازم تفكر بالموضوع كتير منيح. يعني أنت شو بدك تقليلي؟ بدك ترجعي تكذبي علي؟ ليش أنت ما عم تفهم؟ أنا ما كان قصدي كذب عليك أبداً. صدقني أنا كنت رح خبرك كل شيء. يعني وقت اللي كنا عم ناكل فطاير أنت بلشت تحكي فجأة، هذا اللي صار. ما بيهمني أبداً اللي صار بيناتكن أنت ويا بيلين. أنا اللي بيهمني أكتر شيء بهي اللحظة أني أقعد وأتفرج على فيلم لحتى أقدر روق شوي، ولحالي كمان. ولحالي كمان هيك لكان. بتعرف انه اذا ما حكيت لك يلي صار انا رح جن. انت هلا بدك تعاقبني، ما هيك؟ يعني واقف ورا الباب وعم تسمعني، مزبوط؟ سنان بعرف انك عم تعمل هيك لانك معصب مني. لو سمحت لا تاخذ المصاري من جيداء، لا تاخذهم. Mutlu günler geri gelsin, ne olur
ريت تعرفنا على بعض هلا. كيف يعني؟ يعني مثلا بولينت وبازاك هلا هن حبوا بعض وصاروا سوا. تخيل لو تعرفنا عن بعض عن طريقهم وصرنا رفقات مقربين، مو هيك احسن؟ كلامك مزبوط. حبيبتي كنتي بتجنني، بس انا لازم اقول لك غنيتنا بتطلع احلى معي. في شي غريب بهالبيت ما بعرف شو هو. انا عندي مشاكل بالنوم بس ما بعرف ليش بنام مثل الطفله هون. بالعموم انا شخص هادي، يمكن لهيك انت بترتاحي هون. شبهي ما عم تفهم انه خلصت القصه؟ اختي ما عم اقدر لاقي نسيب، دورت عليه كثير. شو بده يكون صاير معه يا ترى؟ عن جد انا ما عاد فهمت شي. آسفة أخي، بيزعجك إذا ضليت عندك؟ رح تتضايق مني شي؟ خليني أعمل لك قهوة، فوتي. اهدي، هلا أكيد بلتقى أنت، لا تضايقي حالك. See you.